السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. السيدات والسادة مشاهدينا الكرام، ويا هلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من حكايات السيارات والشركات. حلقتنا اليوم عن أحدث علامة صينية متخصصة بالسيارات الفارهة والفاخرة ذات التقنيات العالية، وهي علامة تانك اللي بتتبع صانع السيارات الصيني الكبير جريت وول. وطبعا كلمة تانك بالعربية معناها الدبابة. وقبل ما نتعرف على قصة تانك علامة تجارية للسيارات، طبيعي لازم نوقف شوية أمام تاريخ شركة جريت وول الصينية العملاقة، واللي خلال تاريخها اللي ما يتجاوز 39 عام حققت إنجازات أكبر وأطول من العمر هذا بكثير. تاريخ ميلاد جريت وول بدأ من تأسيسها عام 1984، وهي شركة من البداية اتخصصت في تصنيع سيارات الدفع الرباعي SUV وبعدة علامات تحت مظلتها. واليوم بتعتبر جريت وول كشركة هي ثامن أكبر صانع للسيارات في الصين، وإنتاجها السنوي يتجاوز 1.2 مليون سيارة سنوياً. تحت مظلة شركة جريت وول مجموعة علامات مهمة بتضمها فال وباور وأورا الكهربائية. ومع النجاح السريع لكل العلامات هذه، قررت المجموعة إنها تنشئ علامة فارهة تنافس بيها في سوق بيوصف بالشراسة في الصين، وهو سوق المركبات الفارهة، واللي بشكل عام أصبح لها قاعدة كبيرة من العملاء. ومع تطور جودة سيارات جريت وول، اتجهت منتجاتها للتصدير لأسواق كثيرة بالعالم. ومن هنا كان ميلاد فكرة علامة تانك في منتصف عام 2016، واللي جوهرها كان إنتاج سيارة فارهة على قاعدة SUV وتكون مختلفة عن باقي طرازات جريت وول. واستثمرت جريت وول لتحقيق الهدف هذا أكثر من 2.9 مليار دولار. والحقيقة كان من الأمور المثيرة للإعجاب إنه الاستثمار الكبير في الأبحاث والتطوير لشركة تانك نتج عنه بناء قواعد عجلات خاصة لأكثر من 100 طراز تم اختبارهم، بالإضافة لمحركات ما بين 4 و6 أسطوانات، وناقل حركة آلي خاص من 9 سرعات، وكمان محركات كهربائية لطرازات الهجين اللي بتعمل بقابس كهربائي ب3 طرازات مختلفة. ولما نتكلم معاكم ونوثق لرحلة طرازات علامة تانك، حنلقى انه اول طراز انتجته الشركة هو الطراز 300، واللي ظهر في معرض تشاندو الدولي للسيارات عام 2021، وتم تصميم السيارة هذه على هيكل بودي اون فريم وبتصميم شبيه وقريب لسيارات جيب التقليدية المعروفة. وتم تجهيز تانك 300 بمحرك سعة لترين تربو بيولد قوة 224 حصان وعزم دوران 387 نيوتن متر. واعتمدت السيارة على 3 تروس تفاضلية للطرق الوعرة. وبرغم العمر القصير للسيارة اللي زي ما قلنا ظهرت عام 2021، إلا إنها خلال سنة واحدة من إنتاجها باعت منها جريت وول بس في السوق الصيني أكثر من 84,588 سيارة تانك 300. حكاية سيارة، أول نافذة عربية تحكي تاريخ الصناعة. وكان طبيعي مثل ما تعرفوا إنه شركة جريت وول مع النجاح الكبير هذا للطراز تانك 300 كان لازم تبص للأسواق الخارجية المهمة، واللي معروف حجمها واهتمام عملائها بسيارات الـ SUV الفاخرة. وبالفعل
أعلنت جريت وول عن البدء بتصدير التراس تانك 300 للمرة الأولى، وكان أول سوق وصلته السيارة خارج الصين هو السوق السعودي بعد توقيع عقد شراكة مع وكيل جريت وول الرسمي في المملكة العربية السعودية، شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة. وكلنا يعرف إنه شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة بتملك وكالات تانية زي وكالة سيارات هافال وباور وجريت وول نفسها. وبكده نقدر نقول إنه في تاريخ علامة تانك كان السوق السعودي أول سوق عالمي خارج الصين حطت فيه لأول مرة عجلات أول سيارات تانك، وهي سيارة تانك 300 اللي تم تدشينها رسمياً بأسواقنا في احتفالية خاصة بمركز الملك عبدالله المالي في قلب العاصمة السعودية الرياض في يوليو من العام الماضي 2022. والحدث هذا وأحداث كثير مشابهة في الأعوام الأخيرة بيأكد أن السوق السعودي صار قبلة الكثير من المستثمرين، وأنه عملياً وعلى أرض الواقع بنشوف كيف بتتحقق رؤية المملكة 2030. أما التعاون بين شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة وبين شركة جريت وول حنشوف أنه بدأ في عام 2017، والشراكة هذه عززت العلاقات وبناء الجسور بين سوقين مؤثرين وبلدين عريقين. وزي ما قلنا شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة هي الوكيل الحصري لسيارات هافال وشاحنات جريت وول في المملكة العربية السعودية، وجريت وول هي المالكة لعلامة تانك. ولما نرجع للاحتفال بتدشين تانك 300 بالسوق السعودي كأول سوق بالعالم تتصدر له السيارة، هنلقى إنه خلال الحفل هذا تم الإعلان رسمياً عن الطراز الثاني لعلامة تانك، وهي السيارة تانك 500 واللي تعتبر SUV من الحجم الكبير بثلاث صفوف من المقاعد، يعني سيارة عائلية بامتياز واللي حتتوفر في أسواقنا بمحرك 6 سلندر بشاحن تربو، وحيتم تدشينها قريب جداً. ومهم نعرف أنه تانك 500 هذه حققت مبيعات في السوق الصيني وصلت 22,654 سيارة في أقل من عام واحد، ولأنه تانك 500 تجي بثلاث صفوف من المقاعد فكان طبيعي يتم بنائها على قاعدة عجلات أكبر من شقيقتها تانك 300 عشان تكون مناسبة لحجم السيارة ومحركها الأقوى اللي بيجي بست اسطوانات، بعكس شقيقتها تانك 300 اللي بتعمل بمحرك 4 اسطوانات. ومن ناحية تانية السيارة تيجي بمساحة أوسع وبرحابة أكبر في المقصورة لأنه أبعادها الخارجية أكبر. وبخصوص المحرك التربو سعة 3 لترات وستة اسطوانات على شكل V اللي حيتوفر في السيارة حيكون مخصص فقط لسيارات التصدير خارج الصين، لأن السيارة اللي في السوق الصيني بتتوفر بمحرك 4 اسطوانات هجين بقابس كهربائي ومعاه ناقل حركة آلي من 9 سرعات. ومن التعديلات المهمة كمان في تانك 500 والخاصة بالتصميم الخارجي إنه تم تعديل الخلوص الأرضي للسيارة واللي بيوصل إلى 22.8 سنتيمتر، ولأنه علامة تانك هي العلامة الفارهة لشركة جريت وول حنلقى أنه المقصورة فاخرة بجد ومجهزة بتقنيات رقمية بالكامل وبشاشة معلومات وترفيه مقاس 12.3 بوصة، وشاشة العدادات تيجي بمقاس 14.6 بوصة. حكاية سيارة، ملايين المشاهدات تدفعنا للأمام. الحقيقة إنه اللي تأمل في تاريخ ومسيرة شركة جريت وول حيشعر إنه مثل خلية النحل وما في حدود لعملها المنظم والمتطور باستمرار. تصوروا مثلاً إنها اشتغلت على تطوير طرازات جديدة في الطريق وأعلنت عن ظهورها قريباً بالسوق الصيني مثل تانك 400 و 700 و 800 كمان، وبالتقنيات عالية جداً وبفئات كبيرة ومتوسطة وتناسب عملاء متنوعين في ظروفهم واحتياجاتهم. وحسب ما صدر عن جريت وول فالطراز الأحدث اللي بتستعد لتدشينه قريبا جدا هو تانك 700 واللي جاي بتصميم غريب ومضلع وغير تقليدي بالمرة ومبني على قاعدة عجلات تانك 500.
وخلال رحلة التوثيق الخاصة بشركة جريت وول وبعلامة تانك بنوصل لآخر وأحدث الترقيات والتطويرات اللي حتكون مع تانك 700، واللي بنلخصها في إنها سيارة فارهة ومميزة التصميم جداً، وتستهدف العملاء المختلفين اللي هاويين التفرد والتميز والخصوصية. شعار تانك يجي مميز جداً على الشبك الأمامي والإطار الاحتياطي مثبت على الباب الخلفي ومدمج في الباب بشكل جميل، والتصميم الداخلي للسيارة مقتبس من سيارات جي تي الخارقة والمقسمة 2+2، يعني 4 مقاعد وشاشات LCD خلفية. ومع أنه تانك 700 متشاركة في قاعدة العجلات مع شقيقتها تانك 500، لكن المحرك يجي بقوة أكبر وبستة اسطوانات وبسعة 3 لتر تربو بيولد قوة 355 حصان وعزم دوران 500 نيوتن متر. يعني باختصار وبساطة، تانك 700 تعتبر أقوى سيارة صينية في فئتها. وختاماً للقراءة السريعة في مسيرة علامة تانك اللي بتطلع من عباءة جريت وول الصناعية، حنشوف تعاون وشراكات مهمة من مراكز البحث والتطوير لجريت وول مع شركات عالمية مثل شركة دلفي وبورغ وارنر وبوش في مجالات كثيرة. بتتضمن المحركات ونواقل الحركة والسلامة والإلكترونيات، ومش بس العامل الجبار هذا في الصين، لكن بيمتد لمراكز تانية تابعة لجريت وول في أوروبا والهند واليابان. وطبعا كل التعاون هذا والبحوث والتطوير بيستهدف بالدرجة الأولى الوصول لأهم وأكبر الأسواق في العالم من خلال منتج بجودة عالية وقدرات تنافسية كبيرة. وبكده نكون وصلنا لختام حلقة اليوم عن علامة تانك وهم السيارات اللي صنعتها، واتمنى اننا نكون قدمنا جرعة مكثفة من التوثيق والتاريخ لكيان صناعي رغم عمره القصير، لكن استطاع انه يترك تأثير كبير داخل وخارج الصين. بشكركم نيابة عن فريق البرنامج ولكم كل التحية والتقدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.